أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة على الهواء. إحنا في بداية شهر رمضان إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين بحلول شهر رمضان المبارك، والأمة الإسلامية كلها وشعبنا شعبنا المصري بخير، وجميع الأسر المصرية بسلام وبخير يا رب ويديها الصحة. ونمتهز الفرصة برضو نعيد على أستاذنا الفاضل لا أستاذ غير شعبان عبد العزيز، الفضل كل غير سنة وهو طيب الفضل يا فندم، طيب يا يا فندم. ربنا يديك الصحة. وإن شاء الله هنستكمل مع بعض سويا النهاردة الباب السادس في الاستاتيكا، ان شاء الله. والباب السادس ده بيحكي عن مركز ثقل. أحب برضو يعني القناة والمسؤولين على القناة، من أكبر مسؤول لأصغر مسؤول، نقول لهم كل سنة وهم طيبين لأنهم بيتعبوا معانا. ونبدأ حلقتنا بقى أستاذنا الفاضل، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده على جميع المسلمين بالخير والبركات. طبعا احنا عندنا آخر واحدة النهاردة اللي هو مركز الثقل، آخر واحدة في الاستاتيكا مركز الثقل. إن شاء الله في خلال شهر رمضان ممكن هيتخلل فيه بعض حلقات نعمل مراجعة، عشان هيبقى فيه فرد واحد بس اللي يكون موجود، وبعض حلقات هنكمل فيها المنهج ان شاء الله. انما الحلقه دي ان شاء الله هتبقى مركز الثقل، والحلقه الجايه برضو مركز الثقل، وهنشوف الوضع ايه بعد كده. كل عام وانتم بخير، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا مركز الثقل زي ما انتم عارفين، في بعض واحنا كنا شغالين كنا بنعمل بعض مركز الثقل بعض الايه الاجسام. فتعريف اول حاجه لازم، اللي احنا بنشتغل على اجسام متماسكه، او بنسميه جسم جاسئ. الجسم الجاسئ ده هو جسم لا تتغير المسافة بين أي نقطتين من نقطه نتيجة لتأثير أي قوة. يعني لو أنا عندي جسم متماسك، مهما غير وضعه بتأثير قوة، الوضع بين النقطتين ما بيتغيرش، ده بنسميه جسم إيه؟ متماسك. يبقى اللي هو الجسم الجسم الجاسئ. المتماسك أو الجسم الجاسئ هو ايوه جسم لا تتغير المسافة بين أي نقطتين من نقطه. طيب نيجي بعد كده، طب إيه تعريف مركز الثقل ده؟ بتاع الجسم المتماسك او الجسم الجاسئ. مركز ثقل الجسم الجاسئ او الجسم المتماسك هو نقطة ثابتة في الجسم، ويمر بها دائما خط عمل وزنها. دائما خط عمل الوزن بتاع الجسم بيمر بمركز الثقل دي، ولا يتغير وضعه بالنسبة لسطح الأرض، بتبقى نقطة ثابتة. ويبقى خط عمل الوزن او محصلة القوة بتمر بهذه محصلة الايه الأوزان دي النقط. كلها. طيب مركز الثقل، ملاحظه بقى مهمه كده، مركز ثقل الجسم الجاسئ يكون ثابتا بالنسبه لهذا الجسم، ولكنه لا يكون بالضروره واقعا على احد جسيمات هذا الجسم. يعني عندنا عده جسيمات، كل جسيم له نقطه تاثير. لو انا جبت محصله أوزانها هذه الجزيمات او وزنها، هتاثر في نقطه ثابته، مش شرط تكون نقطه على احد هذه الجزيمات. تمام، ده حاجات مهمه جدا. يبقى ملخص كده الكلام ده، ان الجسم الجاسئ هو جسم لا تتغير المسافه بين اي نقطتين من نقطه بتاثير اي قوه عليه. مركز ثقل للجسم هي نقطه ثابته بيمر بها وزن الجسم دائما. مركز الثقل ديت مش شرط يطلع على موضوع او يقع على احد جسيمات هذا الجسم. طيب نشوف ازاي بجيب متجه موضع مركز الثقل للجسم الجاسئ بالنسبه لنقطه ثابته. عاوزين نستنتجه، نبص مع بعض كده. لو انا عندي نقطه واو، دي نقطه ثابته، وعندي وزن زي واو واحد، وزن زي واو اتنين، وزن زي واو تلاته، وزن زي واو نون، وهكذا. لو انا خدت مجموع عزوم القوة حول نقطة واو بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة، طبعا بضطر بالتالي اقدر استنتج ان ره ميم. ره دي ميم ده ايه؟ متجه موضع محصلة هذه القوة، حيث ميم دي نقطة هتبقى مركز الثقة، عبارة عن واو واحد في ره واحد متجه، واو اتنين في ره اتنين متجه، واو تلاتة في ره تلاتة متجه، وهكذا لغاية واو نون في ره نون، على مجموع الأوزان. الأوزان. تمام، جت منين؟ إن مجموع حزوم القوة بيساوي عزم المحصلة ونفس النقطة.
فانا جبت ر م يبقى متجهاتها اللي هو واو واحد فريق واحد زائد واو اتنين فريق اتنين زائد واو تلاته فريق تلاته زائد نقط واو نون فريق نون على مجموع الاوزان. احنا عارفين وزن الجسم بيساوي كتلته في حاجه الجاذبيه الارضيه. فلو جينا وضعنا مكان واو واحد كف واحد دال ومكان واو اتنين كف اتنين دال واو تلاته كف تلاته دال وهكذا على مجموع الاوزان كف واحد دال زائد كف اتنين دال زائد كف تلاته دال، لو قسمت الطرفين على دال خرج دال مشترك هيطلع بقى ر م بتساوي كف واحد ر واحد زائد كف اتنين ر اتنين زائد كف تلاته ر تلاته زائد نقط زائد كف نون ر نون على مجموع الكتل. يعني الوزن اكن كتله. تمام. ما جت من هنا يا استاذ مصري من الدال اللي اتشطبناها، الوزن هنا كان دال. فانا قسمت على دال. تمام. بصا ومقاما. تمام. هيطلع ان كف واحد ر واحد زائد كف 2 ر 2 زائد كف 3 ر 3 وهكذا لغايه كف ن ر ن على مجموع الكتل. تمام. جينا ده متجه الموضع بتاع المركز. طب المركز ممكن انسبه المحاور محور س ومحور ص. محور س ومحور ص، يبقى في احداث س للمركز واحداث ص للمركز. ويبقى الاحداث الس للمركز كف 1 س 1 زائد كف 2 س 2 وهكذا زائد كف 3 س 3 وهكذا كف نون. يعني ايه؟ اي نقطه لها احداث س واحداث ص اروح ضارب كتلتها في الاحداث س زائد الكتله الثانيه في احداث ص زائد الكتله الثالثه في احداث ص وهكذا في الاحداث س وهكذا على مجموع الكتل يديك الاحداث س. تمام. هنسميه س م او ساعات يسموه س شرطه. اي رمز في الحالتين هو واحد. وبالمس الصاد برضه صاد بنفس الطريقه احداث الصاد يبقى كاف واحد صاد واحد زائد كاف اتنين صاد اتنين زائد كاف تلاته صاد تلاته لغايه كاف نون صاد نون على مجموع الكتل. هو ده اللي انا شغال عليه دلوقتي. يبقى انا دائما اي نقطه او اي جسيم له احداثيين، احداث سيني واحداث صادي. اقدر اجيب الاحداث السيني لكل الاجسام اللي عندي واقدر اجيب الاحداث الصادي بالكلام اللي انا قلته ده. نشوف مسألة على الكلام. المحاور ما بتتغيرش بقى لما بننسب ليها. نعم ماشي. اتفضل. لو جينا قلنا مسألة جت برضو في الامتحان قريب. اهو. مركز ثقة النظام مؤلف من كتلتين 5 و10. والمسافة بينهما 12 سنتيمتر. ويبعد عن الكتلة الثانية يبعد عن الكتلة الثانية مسافة ايه؟ يعني مركز الثقل ده يبعد عن الكتلة الثانية مسافة ايه؟ هل 3 سنتي ولا 4 سنتي ولا 6 سنتي ولا 8 سنتي؟ مثل هذه المسائل ممكن احلها بطريقتين. ايوه. اجي اعمل ادي نقطة او الجسم الثاني بيأثر في نقطة 10 في النقطة ديت كتلتها 10 وده كتلته 5. عملية سهلة. واجي اعمل محورين. احنا عاوزين بعد مركز الثقل عن الكتلة التانية عن العشرة. فهنخلي دي نقطة الاصل. ويبقى ده محور السينات وده محور الصادات. النقطة ديت اللي هو الجسيم ده اللي هي الكتلة ديت احداثيها هتبقى 12 وصفر. الكتله ديت اللي هي 10 احداثيها 0 و0. واجي اطبق اقول له س م يبقى 5 في 12 زائد 10 في 0 على مجموع الكتلتين 5 زائد 10 يطلع 60 على 15. يبقى 60 على 15 بكام؟ ب 4. واحد يقول طب انت ما جبتش صاد ليه؟ ما صاد هتطلع بصفر. طبعا طبعا. عشان الاثنين على محور السينات. محور السينات. يبقى معنى كده يبقى بعد مركز الثقل عن الكتلة الثانية هتساوي 4 سنتيمتر، يبقى الاختيار ب. لا حل تاني يا استاذ مصر. طبعا. ممكن احلها بمحصلة قوتين. بمحصلة قوتين. أيوة. يعني لو انا عندي بص السين كان مركز السين. الثقل هو محصلة القوتين. ايوه. ادي ادي الخمسة بتصرف نقطة ألف وادي العشرة
بتأثر في نقطة ب، يبقى المحصلة بينهم أهي. نقطة ج، فلو فرضت الحتة دي س يبقى دي 12 ناقص س. وأقول له 5 في أ ج. أيوه. بتساوي 10 في ب ج. تمام. يبقى 5 في أ ج اللي هي 12 ناقص س. بتساوي 10 في ب ج اللي هي س. دي مع دي في الاثنين. الخمسة دي 12 ناقص س ودي 10 ناقص س، يبقى 10 س. يبقى 12 ناقص س بتساوي 2 س، يبقى 12 بيساوي 3 س، يعني يبقى س بكام؟ بأربعة. نفس الحل. تمام. بس طبعا الإحداثيات يسهل لنا طبعا كل حاجة. تمام. مسألة تانية برضو. بقول لك مركز ثقة النظام مؤلف من 3 كتل موزعة على النحو التالي: كف واحد 1 كيلو جرام عند نقطة ألف 0 و0، وكف اتنين بتساوي 1 كيلو جرام عند نقطة ب 3 و0، وكف تلاتة بتساوي 2 عند نقطة ج 3 و4. يقع عند ايه بقى؟ هل 3 و2 ولا 2 و3 ولا 9 على 4 و2 و2 او 9 على 4؟ حلو. لو انا جيت رسمت النقط ديت او الكتل ديت باحداثياتها اهو، ادي محور السينات وادي محور الصادات، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، 1 2 3 4، ادي محور سين ادي محور صاد. الكتلة كف واحد كتلتها 1 وبتؤثر في نقطة 0 و0 اهو عند نقطة 0 و0، والكتلة بتساوي 1. نعم. الكتلة بتساوي 1. الكتلة التانية اللي هي كاف 2 كتلتها 1 كيلو جرام في نقطة ب 3 و0 اهو، ده ب دي 3 و0 والكتلة عبارة عن 1 برضو. الكتلة كاف 3 ب 2 تؤثر في النقطة 3 و4 اهو، 3 و4 والكتلة ب 2. عاوز مركز ثقة الكتل دي. حتى انت لو وصلت ده كده هيطلع مثلث قائم الزاوية اهو. في ناس ممكن اعمل الكلام ده في جدول افضل. افضل حاجة. ازاي باجي اعمل الجدول كده؟ صف كتل وصف سين وصف صاد. ادي موضع. ايوه. ادي الموضع وبعدين ادي الكتلة، الكتل يعني. ماشي. وبعدين سين وصاد. تمام. سين وادي صاد. اهو. ده الموضع. عند ألف أنا عن 3 نقط. عند ب، عند ج، عند ج أهو، عشان تعرف إزاي بتعمل الجدول. ده الكتلة، ده الإحداث السيني، ده الإحداث الصوتي، ده الجدول بتاعك ونريح دماغك. تمام. في ناس بعد كده بتقلبه، مش مشكلة، أنت حر. بس يستحسن نعمله بالطريقة دي. الموضع عند ألف، عند ب، عند ج. عند ألف الكتلة بواحد. أيوه. عند ب الكتلة بتلاتة، بواحد. عند ج الكتلة باتنين. طيب الإحداث السين النقطة ألف 0 والصاد ب0. الإحداث السين النقطة ب 3 والصاد ب0. أهو من هنا. وبعدين 3 و4. الجسم الثالث اللي هو 2 3 و4 يبقى ده 3 و4. كويس. نجيب سين مين بقى؟ واجي اجيب سين مين؟ ايوه. عمليه سهله جدا. اروح ضرب ده في ده زائد ده في ده زائد كتله في الاحداث السين كله يبقى 1 في 0 ب 0، 1 في 3 ب 3، 2 في 3 ب 6 على مجموع الكتل. على مجموع الكتل 1 زائد 1 زائد 2 يطلع 9 على 4 يعني 2 وربع. خلاص بقى هو في الأجوبة في 9 على 4 هذا المصدر. الأجوبة طب ماشي. صاد ميم. برضه 1 في الصاد بصفر. 1 في الصاد بالصفر. 2 في 4 ب 8 على برضه 4.
يبقى 8 على 4 بتساوي 2، ويبقى مركز الثقل السين بكام؟ ب9 على 4، والصاد بكام؟ ب2، يبقى الاختيار ج. تمام، سهل. ماليه سهله جدا. يبقى انا ترجمت الكتل بالاحداثيات في جدول. واروح عامل، بص الكتله في السين، الكتله في السين، الكتله في السين. تمام. على مجموع الكتل. حسب، شوف الجدول اهو، الكتله في الصاد، الكتله في الصاد، الكتله في الصاد. على مجموع الكتل. على مجموع الكتل. يعني بنطبق، انت حضرتك كده وضحت، يبقى يهمنا الطالب يخلي باله في مركز ثقل الكتله واحداثها. الكتله واحداثها. ويطبق القانون. ادي كل الشغلانه. نشوف. بس طبعا هناخد افكار مختلفه في اشكال هندسيه وازاي نقدر نستنتج الكتل. ا ب ج مثلث متساوي الاضلاع، طول ضلعه 36 سم. كويس. ده نقطه تقاطع متوسطات المثلث، والنقطه اهي منتصف ب ج. هناك كتل مقاديرها 15 و27 و40 و12 وجيم و50 مثبت عند نقط ألف وب وجيم ودال وه على الترتيب. فإن أحداثيات مركز الثقل هي إيه؟ هل أي واحدة من الاختيارات دي؟ كويس أوي. بص بقى معايا. نرسم. آدي ألف مثلث متساوي الأضلاع. مثلث متساوي الأضلاع. ده ألف، ده ب، ده ج. قال لك نقطة دال هي نقطة متوسطاته، فأنا برسم أي متوسط كده، وإحنا عارفين المتوسط المثلث اللي هو بينصف هنا، وهو مثلث متساوي الأضلاع أصلا يبقى عمود على القاعدة. طبعا. وادي دال نقطة، هو اللي قال دال كده. وقال لك نقطة ه هي منتصف. هي منتصف. جينا وضعنا كتل بقى فين؟ عند نقطة ألف 15، وعند نقطة ب 27. عند نقطة ألف 15 أهو، عند نقطة ب 27، عند نقطة ج 40 أهو، نقطة ج 40. وعند هي باين. وبعد كده نقطة دال 12، وفيه دال 12. بعد كده نقطة ه 50. ماشي. بص بقى معايا. باجي اعمل محورين، يستحسن ادي محور ايوه سين، وادي محور صاد. اه. كل كتلة من الكتل ديت نجيب احداثها، اجيب لها احداث سيني واحداث صادي. تمام. نيجي نعمل الجدول بتاعنا اهو. هي عمليه تنظيم بس اهو. ادي عند الف، عند ب، عند ج، عند دال، عنده. هو لو كان كتلتين تبقى عملها سهل، انما اكتر من كتلتين اعمل الجدول احسن. طبعا طبعا. ده الكتل، ده سين وصاد، ده صاد. كويس. بقى تعمل ايه؟ عمال الجدول هو اللي بيراقب اهو. ده الموضع بتاعنا، كتل عند ألف أولا، ده كاف أو الكتل أو كاف أي حاجة، ده سين، ده صاد. الكتلة عند ألف 15، الإحداث السيني بتاعها يعتبر به، يبقى الإحداث السيني هو طول الضلع كام؟ 36 سنتي، يبقى به ب 18. طب يبقى ناقص أجيب ألف ه. بسيطة. أولا ألف ه ده عبارة عن
طب 36 جا 60، ما احنا عارفين الكلام ده مثلث مستوى الاضلاع قصاده على ده طول. ده عمود، يبقى الوتر في جيب الزاويه، الزاويه دي 60، يبقى اسهل ما هيطلع يطبق من فيثاغورس. 18 جذر 3. اسهل من فيثاغورس. تمام، حلو كده. سهل على طول. اسهل من فيثاغورس طبعا. ده اللي ده ايه علاقته بألف ايه تلته؟ ده اللي ايه تلت ألف ايه؟ يبقى تلت في 18 يبقى 18 جذر 3 ستة جذر تلاتة. يبقى 6 جذر 3 كويس أوي. اللي هو يعتبر. تعالى بقى نشوف محتاجين الاحداثيات دي. طبعا. يبقى نقطة ألف إحداثها السيني 18، وإحداثها الصاد اللي هو ألف إيه اللي هو 18 جذر 3. خلصنا منها. نيجي نقطة ب أهي. صفر وصفر. أولا الكتلة 27، سين بتاعتها بصفر وصاد بتاعتها بصفر حلو أوي. حسب المحورين بتوعها. تمام يا فندم. عند نقطة جيم الكتلة ب40، السين بتاعها ده كله 36 والصاد بصفر تمام، عشان بتقع على على محور محور سين. السينات. تعال عند نقطة دال الكتلة 12، السين بتاعها 18 والصاد بتاعها اللي هو ده اللي انا هو جبته 6 جذر 3 6 جذر اللي احنا 3. جبناه. تمام. عند نقطة ايه الكتلة 50، وهنا ده 18 18 وصفر. وصفر. بقى خلصت المسألة. اهم حاجة الاحداثيات تبقى مظبوطة. اهم حاجة. هنجيب سين مين؟ اهو 15 في 18 في الاحداث السيني. اهو الكتلة في السين ايوه زائد صفر ورقة عدمان 40 في 36 زائد 12 في 18 زائد 50 في 18 على مجموع الكتل 15 27 40 12 زائد 50. هنحسب طبعا الجزء اللي فوق ده هيطلع 48 18 فيه هيطلع 131 لما تحسب اللي فوق ده على مجموع الكتل ده كام؟ 144. تمام. لا دي هتطلع، لا معلش، هيطلع 48 في 13 او انا خدت 18 عامل مشترك او احسبها بقى اهو دي 18 عامل مشترك في مجموع دول هيبقى 13. ما هو طب انت خدت 18 على كام بقى؟ او 131 على 144 هتطلع في الاخر هيبقى 131 على 8. 131 على 8 بعد ما قسمنا. ماشي نيجي نجيب صاد. صاد مين بقى؟ ما الآلة طبعا هتحل لنا المشاكل دي كلها. اهو صاد مين؟ هضرب الكتلة في الصاد 15 في 18 جذر 3 صح كده؟ واللي وراها بصفر. ده بصفر. ايوه. وبعدين بصفر زائد 12 في 6 جذر 3 زائد صفر على 144 برضه. هتطلع بقى بنفس الطريقة هيبقى 6 جذر 3 في خدت عامل مشترك يبقى 32 يبقى 42 ولا 57 ما تبقى ديت 45 45 و 12 57 على 144 هتساوي 19 جذر 3 على 8. ده مركز الثقل اللي عايزينه. يبقى مركز الثقل بتاعنا اللي احنا عاوزينه. ايوه. ميم مركز الثقل 131 على 8 و 19 جذر 3 على 8. تعالى الاختيارات بقى. تكون في الاختيارات بقى. 131 على 8 هيبقى الاختيار الف. تمام، سهل قوي. يبقى ايه اللي يهمنا؟ الكتل الجدول. والاحداثيات ومنتظم الجدول. من الجدول. ناخد شكل تاني. معين. بيقول لك
المعين أ ب ج د فيه أ ج بيساوي 2 ب د بيساوي 8، حيث أ نقطة في الربع الأول لمستوى كارتيزي، وتكون نقطة ب هي نقطة الأصل. ماشي، يعني طالما هنحددها، هو هناخد من المحاور. المحاور ماشي، حلو قوي. والنقطة د نقطة على محور السينات، وضعت كتل مقاديرها 4 و3 و6 و10 جرام عند رؤوس المعاين أ وب وج ود على الترتيب. أوجد إحداثيات مركز الثقل. ومديني اختيارات. ومديني اختيارات أهو. طب تعالى نشوف نرسم الكلام ده. هو أ ج بيساوي 2 ب د. خد بالك إن أ دي نقطة بتقع في الربع الأول من المستوى، ونقطة ب نقطة الأصل. يعني طبعا أ ج ب 8 يبقى 2 ب د ب 8 يبقى ب د ب 4. تمام. يعني القطرين واحد ب 8 والتاني ب 4. ما دائما قطرين معين ايه يا ابنائنا مختلفين الطلبة؟ في الطول. بيبقى القطرين متعامدان مختلفان في الطول. وطبعا غير متساويين. ايوه، متعامدان وغير متساويين. وطبعا بينصب كل منهما الاخر. تمام. طب نرسم المعين كده اهو. ادي المعين. انا رسمت القطرين. شوف المعين بعمل ازاي. برسم القطرين الاول يا استاذ مصري. ايوه فهمت. هنا بقى ده بين نقطة الأصل. يبقى المحورين بتوعنا اهو، ناخد عندهم المحورين. ادي محور ايوه، وادي محور. ده محور س، ده محور ص، وادي أ ب، ادي ج، ادي د. طبعا ده متعامد. أ ج كله قلنا اتفقنا بكام؟ ب 8. يبقى ده ب 4 وده ب 4. ب د ب 4 يبقى ده 2 وده 2. اهم شيء اللي انا عملته ده طبعا عشان اجيب منه الاحداثيات. طيب قال لك وضعت الكتل بقى 4 عند أ، 4 هنا، و3 عند ب اهو. انا ماشي بالراحة اهو. وجيم عند جيم ب 6، عند دال عند نقطة دال اللي هي قال لك بتقع على محور السيني بكام؟ ب 10. ادي الكتل بتاعها. هو لازم الزم الطالب في الرسم ده. بالمقال. يعني خلي كلنا باله في نطلع جواب واحد. الرموز. كلنا نطلع جواب واحد. تمام تمام كده. تمام. هو حتى بيقول لك ده معين. ايوه، قال لك ان أ بتقع في الربع الاول اهوت، وب نقطة الاصل، ايوه، وده تقع على محور السينات اهي. تمام. تعالى نعمل الجدول بتاعنا. ماشي، ادي الجدول بتاعنا اهو. انا عندي هم كلهم 4 كتل. الموضع كاف سين صاد. ادي نقطة، 2 3 4. نعم. ادي الموضع، ادي كتل. الكتلة. ايوه، س وصاد. ادي س، ادي ص. بالتنظيم هيريحك الكلام اللي انا بعمله ده. طبعا طالما اكتر. ادي عند أ، ده عند ب، عند ج، عند د. الكتلة عند أ ب 4، السين بتاعتها 2 والصاد ب 4. اهو شوف، اما دي نقطة الأصل 2 و4. ما اللي أنا بعمله ده هو الحل. طبعا هيبقى أنت وأربعة. هجيب إحداثي مظبوط. ب ب 3، ب ب 3، س ب 0 وص ب 0 أهو. ماشي. ج، ج اللي تحت دي السالب هيبقى س ب 2. ايوه، والثانيه او انا الكتله ب 6. س ب 2
صاد بقى محور سالب أربعة. صاد بالسالب سالب يبقى أربعة. سالب أربعة. يبقى يخلي باله. ده أساسيات، طبعا عشان ده طبعا. في الربع الأول، ده في الربع أيوة التاني، يا فندم، في تمام. الربع الرابع، الربع الرابع سين موجبة وصاد سالبة. تمام، عند دال آسف ما خلصنا عشرة فيها. هيبقى أربعة وصفر. خلصنا. بس اللي يخلي هجيب باله من بقى الإشارة. سين ميم بالطريقة، الكتلة في السين، الكتلة في السين، الكتلة في السين، الكتلة في السين. أربعة في اتنين بتمانية، زائد صفر، زائد اتناشر، ستة في اتنين باتناشر، زائد أربعين، على مجموع الكتل أربعة، زائد تلاتة، زائد ستة، زائد عشر. لما تجمع دول مع بعض هتطلع بستين على تلاتة وعشرين. ماشي، صاد ميم. نضرب بقى في الحداثة الصادي. بص، كتلة الكتلة في في الحداثة الصاد، الصادي. الكتلة في الصاد، الكتلة في الصاد، على مجموع الكتلة في الكتل. الصاد. أربعة، الكتلة هنا كام؟ أربعة ولا أربعين؟ أربعة، أربعة، أربعة في أربعة في ستاشر، زائد صفر. هنا ستة في سالب أربعة بسالب سالب أربعة 24 وعشرين، واللي بعدها بصفر. صفر على تلاتة وعشرين برضه. 16 ناقص يبقى سالب 8 على 23، خلاص خلصت. يبقى مركز الثقل 60 على 23 وسالب 8 على 23. هتلاقيها في تعالى بقى في الاختيارات. الاختيارات. 60، يبقى الاختيار ألف. تمام يا فندم. تمام كده؟ ماشي. يبقى خدنا مثلث وخدنا معين، ناخد حاجات تانية. سداسي. جميل السداسي. وانا انت عارف ايه اللي مسهلها لنا؟ ان احنا قايلين الابعاد دي كلها واحنا بناخد العزوم في طبعا. الازدواج، فانا سهلة. عاملها اللي كان متابعنا مش هلاقي فيه مفيش مشكله. ابعاد صعبة. مش هلاقي فيه مشكله اطلاقا. تمام كده. تعالى بقى، وضعت الكتل 18 و26 و36 عند الرؤوس ألف واو ودال وجيم على الترتيب. للسداسي المنتظم ألف ب ج د ه واو الذي طول ضلع لام، عين إحداثيات مركز الثقل، وبديك اختيارات، أربع اختيارات. تمام، يلا نعمل الجدول. خدنا احنا المحورين، ناخد المحور عند المركز بتاعه. أيوه هو طبعا وريح دماغنا المحورين عند عند المركز. المركز، مركز السداسي. آدي الموضع وآدي الكتلة وآدي السين وآدي الصاد. الموضع ادي الف ب، الالف اللي هو النقطة التانية واو، وبعدين دال، حاضر. وبعدين جيم. طب استاذن حضرتك في فاصل يا فندم، ونستكمل بقية ماشي، الحلقة. فاصل فاصل وبعدين نكمل بعدين. فاصل ونستكمل بقية الحلقة. اعزائنا الطلبة، رجعنا ليكم اعزائنا طلبه طلبات الثانويه العامه، مستمتعين بحلقه مركز الثقل مع استاذنا الفاضل استاذ شعبان عبد العزيز عمر. اتفضل يا فندم. اهلا استاذ مصر. اتفضل. زي ما قلت لك كان في مساله قبل الفاصل اللي هو في السداسي. الشكل المقابل، وضعت الكتل 18 و26 و36 عند رؤوس الف واو دال وجيم على الترتيب للسداسي المنتظم الف ب ج د ه واو كويس الذي طول ضلعه لام. تعالى انا عملت الجدول اهو. ادي الموضع بتاعنا عند ألف بالترتيب كده، الكتلة ما تتوهش نفسنا، الكتلة 18 هات سين هات صاد، الكتلة 18 لو انت عاوز بص خليك معايا كده اهو، هيبقى ده نص طول الضلع، فطول الضلع لام، نص يبقى لام. ده نص لام، نص لام.
ده بعد النقطة عن المحور أو على قطر رئيسي، لام على يبقى اتنين جذر جذر ثلاثة، 3 على 2 لام، على كلام عارفينه كله، عارفينه من إن عزوكم على إحنا اتنين جذر القطر ثلاثة، الجانبي ده كله جذر 3 لام، كله بقى لام جذر ثلاثة يبقى ده نصه يبقى جذر 3 على 2 لام بالموجب طبعا لام على اتنين عشان جذر في الربع ثلاثة. الأول. تمام. تعال عند واو، واو 26 السين بتاعته هتبقى سالبة، خد نحددها بالك. سالب لام، سالب نص لام، سالب نص هيبقى لام، هنا سالب نص لام، ونفس الصاد بتاعها زيه ايوه جذر 3 على 2 لام. جذر ثلاثة. تمام. هات عند دال، السين موجبة والصاد هيبقى عند سالب دال وسالبة. اولا ب6، السين برضو نفسها سالب نص لام، الصاد سالب لام على اتنين جذر جذر ثلاثة. 3 على 2 لام. تمام كده، الاتنين سالبين. هات بقى عند نقطة جيم 30، السين بتاعته هيبقى موجبة موجبة. والصاد سالبة. لا، دي جيم، دي 30، ده نص لام ناقص جذر 3 على 2 لام. لام على اتنين جذر. تمام. عملية بقت سهلة جدا. يخلي باله بس من السالب والموجب. باخد بالي في الاحداثيه. احداثيات بقى، طبعا يا ما فندم، احنا باقي طلبه، هو فرض المحاور يعني احنا باين طلبه قصاده. دلوقتي في ثالثه ثانوي يا استاذ، يا فندم. لازم يكون عارفين ازاي نقرا النقط في طبعا المحاور. طبعا طبعا. تعالى بقى نجيب س م ايوه. اهو، س م شوف بالجدول بقى، 18 في س، 26 في س، 6 في س، الاحداث السين. 30 في س. تمام، على مجموع الكتب. يبقى 18 في نص لام زائد 26 في سالب نص لام زائد 30، لا زائد 6، 1 2 3، ده 1 2، الثالثه 6 في سالب نص لام 30 في نص لام على مجموع الكتل اللي هي 18 26 36. ممكن انا اخد هنا نص لام عامل مشترك، هيبقى عندنا 18 ناقص 26 ناقص 6 زائد 30 على مجموع الكتل هتطلع ب 80. يبقى س م بتاعتنا اهو هيبقى نص لام مضروبه، نص لام في مجموع الكلام ده هيديك 8 لام على 80 تطلع 10 لام. تمام. هات ص برضه، ص م، ص م اهو الكتلة في الإحداث الصادي 18 في جذر 3 على 2 لام 26 في جذر 3 على 2 لام 6 في سالب جذر 3 على 2 لام زائد 30 في سالب جذر 3 على 2 لام على مجموع الكتلة اللي هي 80 اهو، 18 في الصاد، 26 في الصاد، 6 في الصاد، 30 في الصاد. خد برضو جذر 3 على 2 لام عامل مشترك يديك 18 زائد 26 ناقص 6 ناقص 30 على 80 هتبقى جذر 3 على 2 لام في كام؟ في 8. على 80 ده 10، يبقى جذر 3 على 20 لام، يبقى مركز الثقل 1 على 10 لام وجذر 3 على 20 لام. يبقى برضو الاختيار ايه؟ 1000. 1 على 10 لام والباقي الاختيارات مش معنى. تمام، سهلة. هي سهلة عشان
احنا كنا عارفين الابعاد ديت الابعاد من ايه؟ وبنطلع الاحداثيات مظبوطه، فالعمليه تبقى سهله والكتر عندنا. ناخد واحدة فيها مستطيل كده، ماشي، سهلة دي برضو. بتقول ايه بقى؟ في الشكل الموضح مستطيل ألف، هو مديك الشكل مرسوم زي هو مرسوم، معمول ماشي، كده وحط الكتل عشان المحاور عاملها وعامل اللي هو المحاور. يعتبر ب ج ب وجيم د، ده عامل المحور. تمام كده، رسمها يعني. قال لك ألف ب طوله 26 22 سنتي، قال بيها اهوت، وبعدين ب ج ب 26 سنتي، وضعت اربع كتل مقدارها 6 و7 و5 و8 و9 عند الرؤوس الف ودال وب وج على الترتيب. ناخد بالنا بس عشان عند ب يبقى 5، ماشي. كما علقت كتلة أخرى مقدارها 8 عند منتصف ألف دال في كتلة 8 عنده، ولتكن هي. أوجد مركز ثقل المجموعة. أنا عندي هنا 5 كتل. الجدول ده بيريحنا يا أستاذ مصري. الموضع والكتل وسين وصاد. أدي الكتل بكتر الحل بقى، انت هتبص تلاقي الجدول انت عملته بسرعه. طبعا. واحدة ادي اتنين ادي تلاتة اربعة، هم 5 كتل ولا اربعة؟ 5. ده الموضع، ده الكتل، سين صاد. ده سين، ده صاد. هنيجي الكتلة عند ألف، أدي ألف وبعدين دال وبعدين ب وبعدين جيم وبعدين ه، تمام كده. نيجي عند ألف كانت الكتلة 6، السين بتاعها الكتلة ألف اهي، السين بتاعها 26 اهو، الصاد بتاعها 22. شوف بقى، مش دي النقطة الأصل اهو، تمام 26 22 تمام عند دال، دال اهي الكتلة ب7، عند دال مش كده برضه؟ احنا عملنا عند دال في الأول. عند دال السين ب0 وصاد ب22. الصاد ب22 تمام. عند ب 5 الكتلة ب26 وصفر. اذا السين ب26 والصاد ب0. تمام. نيجي عند ج اهي الجيم اللي هي 9، السين ب0 والصاد ب0. تمام، نقطة الأصل. نيجي عند ه بقى الكتلة 8، هيبقى نصها دي 13 13 و22. و22، بس خلصت حلو، المسألة. خلاص كده خلصت خلاص. هنجيب بقى س م اهو، هضرب السين في الكتلة في 6 في 26، 7 في 0 ب0، 5 في 26 زائد 0، 9 في 0 زائد 8 في 13 على مجموع الكتل 6 زائد 7 زائد 5 زائد 9 زائد 18 زائد 8. هنبص تلاقي هتطلع ناخد 26 عامل مشترك، هيتبقى هنا كام؟ هيتبقى هنا 6 زائد 5 زائد 4 على مجموع الكتل ب35، هيطلع في الاخر ده بكام؟ 26 في 15 على 35 هيطلع 78
على 7، يبقى ده السين بتاعك. نجيب بقى صاد ميم. هات الصاد اهو، الصاد ميم، هضرب كتلة ستة في الحاسة اتنين الصادي وعشرين زائد 7 في 22 زائد 0 زائد 0 زائد 8 في 22 على مجموع الكتل. اللي هي 35. تمام. خد 22 بره، كله فيها 22 اهيت، 6 زائد 7 زائد 8 على 35 هيبقى 22 في 21 على 35، على 7 فيها 3 على 7 فيها 5 يبقى 66 على 5. يبقى ده يبقى مركز ثقل. مركز الثقل 78 على 7 و66 على 5. هل ليه بقى في الاختيارات؟ يبقى الاختيار ب، ب. الاختيار ب. تمام. آخر مسألة في الجزء ده كده احنا خدنا معين وسداسي ناخد بقى ومستطيل، مربع كده. ناخد مربع. ماشي. أربع كتل مقدار الكتلة الواحدة منها 630 وضعت عند رؤوس المثلث، رؤوس المربع ا ب ج د الذي تضلع لام. بص لحتة كده بقى، اوجد احداثيات مركز الثقل بالنسبة للمحورين ا ب و ا د. حددها. يعني زاوية ألف دي قايمة. الرمز المشترك تبقى على طول. ألف قايمة. ايوه كده. يعني لما أجي أرسم المربع أرسمه أهو. آدي المربع. أمام بقى المربع أساس مصري ايوه أهو كده. تقريبا كده، يبقى لازم دي نقطة ألف وده ب، ويبقى دي جيم ودي دال، ويبقى ده محور سين ده هو محور كده سين شاور على المحاور، المحورين شاور عليهم. عشان هو عامل محاور. ايوه أدي ألف ب تمام وأدي ألف دال. تمام قال لك بقى في كل عند كل رأس كتلة مقدارها 630، يعني هنا 630، هنا 630، هنا 630، هنا 630. الجدول الظريف بتاعها اهو. موضع كتل س ص. خلاص بقى، هم حافظ ابنائنا الطلبة طبعا حافظوا مية طبعا المية. طبعا، يحفظوه مش عرفوه يعني. الجدول سهل اهو، هو بس في الاول كده، وبعد كده العمليه بتبقى ايه، سهله جدا يا واهم استاذ مصر. حاجة الاحداثيات مظبوطة. ده الموضع الف، ادي النقطه الثانيه، النقطه الثالثه، النقطه الرابعه. ده الموضع، دي الكتلة، ده سين، ده صاد. عند نقطة ألف 630 أهي، السين صفر بصفر وصفر. وصاد بصفر. عند نقطة ب برضه 630، السين طول ضلعه ما فيش، يبقى لام. خلاص ما دام ما طول ادالهاش، ضلعه لام أو قال لو ما قالش يبقى لام سين برضه. بصفر. عند جيم 630، السين بلام والصاد بلام، لام لام. عند دال 630، صفر ولام. السين بصفر والصاد بلام. خلصت تمام كده. المسألة. تمام. هات بقى سين ميم. يعني كلمة سين ميم يعني ده سين المركز. في بعض الناس بتكتبها سين شرطة، ماشي. ليه سين بار يعني او سين شرطة. شرطة اي حاجة. طيب هيبقى 630 في صفر،
زائد 630 فيلام زائد 630 فيلام، والاخرين هذه صفر، على 630 زائد 630 زائد 630 زائد 630، هيبقى دي 4 في 630، هيبقى هنا 630 و630 لام، يبقى 630 في 2 لام، طبعا دي راحت مع ديت، يطلع لام على 2 يعني نص لام. هات صاد ميم ستمائة وثلاثين في صفر بصفر زائد صفر زائد 630 في لام زائد 630 في لام على 4 في 630 برضه هيبقى 630 في 2 لام على 4 في 630 دي راحت مع ديت، يبقى لام على 2 نص لام برضه. يبقى مركز الثقل بقى، مركز الثقل لام على 2 ولام على 2، هنبص التاني نص لام ونص لام، يبقى الاختيار جيم. تمام ده اذا كانت النقط عندنا موجوده كويس. في كتل شويه حاجات قال لك ايه بقى، مراكز اثقال بعض الاجسام المنتظمه الكثافه. مهم يعرف مركز ثقلها. جيت انا عملتهم في جدول في الحاجات اللي احنا محتاجينها اهو. الجدول الاتي يحدد مراكز اثقال اهم الاجسام المنتظمه المتماثله. لو قضيب منتظم، واحنا عارفين الكلام ده من قبل كده، مركز ثقل منتصف في القضيب، منتصف كنا بنشتغل قبل كده في التوازن والحاجات دي. سلك منتظم على شكل دائره مركز. يبقى مركز الدائره يعني سلك طوق على شكل داير بس منتظم السمك والكثافة. ايوه ده لازم. لازم منتظم السمك والكثافة. يبقى المركز الداير. صفيحة منتظمة محدودة بدايرة، يعني جينا قرص كده، قرص على شكل صفيحة دائرية، يبقى مركزها هو برضو مركز الدايرة. الصفيحة المنتظمة يعني عندك صفيحة على شكل مربع بتوزع أضلاع مستطيل معين نقطة تقاطع القطرين، يعني متوازي الأضلاع ومشقاته المربع والمعين، يبقى نقطة تقاطع القطرين. ايوه. صفيحة مثلثة منتظمة محدودة بمثلث، نقطة تلاقي متوسطاته اهو، نقطة تلاقي متوسطاته. قشرة كروية منتظمة، مش هنتطرق بقى قوي، يبقى مركز الكرة بتاعتها، كرة مصمتة منتظمة مركز الكرة. ده تقريبا الاجسام او الاشكال او الاجسام المنتظمه المتماثله او المنتظمه الصفيحه المثلثه، يعني نقطه تلاقي المتوسطات. ما انا قلت صفيحه منتظمه محدوده بمثلث. ايوه يبقى نقطه تلاقي المتوسطات. تمام. طيب في حاجه بقى، قاعده هامه. القاعده بتقول ايه؟ اذا كان عندي ثلاث كتل متساويه عند رؤوس مثلث، ثلاث كتل متساوية عند رؤوس مثلث، يبقى مركز ثقلها نقطة تلاقي المتوسطات. تمام. على طول. يعني حتى اهو ادي ا ب ج مثلث، اي مثلث حطينا كتلة عند ا ك وكتلة عند ب ك وكتلة عند ج ك، يبقى مركز الثقل بتاعها نقطة تلاقي المتوسطات. تمام. فبرسم اي متوسط يبقى نقطة تلاقي المتوسطات ولتكن مين، اللي هي بتقسم المتوسط بنسبة 2:1 من جهة الرأس. الكلام يبقى لو عندي كاف وكاف وكاف، يبقى مركز الثقل بتاعها عند مين؟ لازم يكونوا متساويين. حاجة بقى مهمة جدا من الملاحظة دي. لو انا عندي الثلاث كتل المتساوية عند الرؤوس ألف وب وجيم، ممكن اشيلهم واحط مكان عند مركز الثقل يبقى 3 كاف. مهم جدا. اسمها ايه؟ عمليه التجميع. التجميع. لو كتله هنا كاف هنا كاف هنا كاف،
اولا انت تؤثر عند ميم يبقى 3 كاف، ومين دي نقطه طلاق الايه المتوسط المتوسطات. هتطلع نفس النسبة 2 يعني لواحد. لو كانت 2 و2 و2 اكتب 6 عند نقطه ميم، تمام. يبقى ده كان المحصله بتاعته. اه انا كنت حتى كنت ثبت الكلام ده في القوى معايا المتوازيه كاف يعني. وكاف تحت، يبقوا 2 كنت كاف ومعاك كاف فوق وتشتغل بالقوى المتوازية. طيب، ده اسمه عمليه ان انا جمعت الكتل. حلو قوي. العكس، لو انا عندي 3 كاف عند ميم افردها. ممكن اوزعهم بالتساوي عند الرؤوس. يعني لو هنا 15 عند ميم يبقى 5 و5 و5 بس بالتساوي. تمام بالتساوي. تمام يا فندم. تمام كده؟ تمام. طيب، ازاي اعين مركز ثقل سلك؟ يعني عندنا عدة قطع، كل قطعة عبارة عن سلك منتظم السمك والكثافة، عاوز أعين مركز الثقل بتاعه. لتعيين مركز ثقل القطعة الهندسية التي تتكون منها السلك وطول كل منها، حيث أن كتل هذه القطعة لازم تتناسب مع أطوالها. الكتل بتتناسب مع أطوال القطعة المستقيم. عشان تخلق الكتل. بمعنى لو انا عندي 3 قضبان منتظمة السمك والكثافة قدام اهو، اذا كان السلك مكون من 3 قضبان منتظم السمك والكثافة اطوالها 5 و10 و15، يبقى النسبة بينهما 1:2:3. يعني النسب بتاعت الاوزان مع الاطوال. ايوه. وكل منها نعتبر يبقى كتلة كل واحدة عبارة عن ايه بقى؟ القضيب الاولاني اللي هو طوله 5 يبقى كتلته كاف، التاني 2 كاف، التالت 3 كاف. ليه النسبة بينهم؟ تمام. يبقى النسب بين الكتل كالنسب بين الاطوال، او النسب بين الاطوال كالنسب بين الكتل. تمام؟ اهو. لتعيين مركز ثقل صفيحة منتظمة السمك والكثافة مكونة من أشكال هندسية. تلعب بقى بالمساحات. مركز ثقلها معروف، زي مثلث، زي مربع، زي مستطيل. يبقى كتل الصفيحة تتناسب مع المحدودة مساحات. بهذه الأشكال تتناسب مع مساحتها. بس احنا مش عايزين بقى غير دول، الأطوال والمساحات المساحات. بس، هم دول. الحجوم ما عندهمش. الحجوم ما عندهمش. كتل الصفائح المحدودة بهذه الأشكال اللي هي مثلث، مربع، مستطيل، ايوه. تتناسب تتناسب مع المساحات، مساحتها. يعني الأوزان تتناسب مع المساحات والأوزان تتناسب مع الأطوال. تمام. يعني لو أنا عندي 3 مساحات، 21، 31، 41 صباح، أجيب النسب بينهم. يبقى النسبة بينهم كانت 2:3:4، وبالتالي كتلة الصفيحة الأولانية 2 كاف، والتالتة 3 كاف، والرابعة أو والتانية 3 كاف، والتالتة 4 كاف. ده اللي هيعمله بقى في حل المسائل اللي انت حضرتك العدد ده بتلمح انا بيه، بتلمح بيه. بجهزه ايوه، للمسائل هو ده اللي بتاعتي. هنعمله في المساحات الهندسية. برضو حاجة مهمة جدا، بتاعت التلت دي. مركز ثقل صفيحة مثلثة منتظمة عن اي ضلع من اضلاعه يساوي تلت الارتفاع المثلث النازل على هذا الضلع. بمعنى ادي صفيحه مثلا ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ب، عندي ا ب ب9 وب ب ج ب12. مركز ثقل الصفيحه ديت هو نقطه طلاق المتوسطات. بص بقى، بعد م عن ا ب يعني م س تلت الارتفاع النازل عليها، الدلع يبقى تلت الاخر. ال 12. ايوه. تاني، بعد مين اللي هو مركز الثقل هو نقطة طلاق المتوسطات عن الضلع ا ب يعني العمود م س يساوي تلت الارتفاع النازل عليها، يعني تلت ال 12 تبقى 4. بعد مين عن ب ج اللي هو م ص تلت الارتفاع النازل عليها يبقى تلت ال 9 على الضلع الاخر. على ايوه. يعني ميم صاد
تلت ميم ألف، وهي تلت تلت الجيل ألف الآخر بتاع القايمة. هو جاي من الأصل هو نازل على ضلع، يبقى ضلع تلت من التاني. تشاور أيوة يا فندم، على طول يبقى ميم صاد تلت الارتفاع اللي نازل عليها. أيوة مهمة دي. مهمة. وفي طبعا طريقة تانية، التلات أنا بعمل سينات الإحداثيات أجمع التلات سينات وأقسم على على ثلاثة، وثلاث صادات والثلاث صادات وأقسم وهم بيحبوا الطريقة دي يا فندم الطلب. أيوة شوف يعني احنا بنقول كل كعلم. حاجه، وبعدين الطالب له مطلق الحريه في اختيار الطريقه تمام. اللي هو تعجبه. تمام يا فندم، تاخد المعلومه كامله. تمام. نشوف مساله جت في 2017 تاني. في الشكل المقابل عاوزين مركز ثقه ثلاث كتل متساويه فيه، كل واحده 2 كيلو جرام، موضوع عند رؤوس مثلث قائم الزاوية، طول ضلعي القائمة 1.6 و1، زي ما الرسمة مرسومة كده في الشكل المقابل. هل مركز الثقل 2 و3 ولا 4.5 و3 ولا 3 و2 ولا 6 و4؟ سهل. طبعا ثلاث كتل متساوية، يبقى الكتل الملاحظة اللي انت متساوية، يبقى مركز الثقل نقطة تلاقي المتوسطات، نقطة تلاقي متوسطاته المتوسطة. تمام. ولتكن مين؟ ولتكن مين؟ طب نيجي نجيب احداث مين؟ بص اهو، لو انت عملت متوسط كده حسب الملاحظة اللي انا قلتها هيبقى مين؟ بعد مين؟ اللي هو ده اللي هو يعتبر الاحداث السيني عن الف جيم اهو، ولتكن ميم سين مثلا، يبقى ميم سين هيساوي تلت التسعة، يطلع بتلاتة. ميم سين ده تلت التسعة، بعد ميم صاد ايوه تلت الستة، الضلع التاني. تمام كده، يبقى اتنين. يبقى مركز الثقل ايوه بنكتب السين وبعدين الصاد، تلاتة تلاتة واتنين، يبقى الاختيار جه. نجيبها بطريقة تانية بقى، ممكن نجيبها بطريقة انما اعمل تانية. الاحداثيات دي يعني مثلا الاحداث ده تسعة ايوه وصفر، ايوه احداث ده صفر وستة، احداث ده صفر وصفر. ماشي. اما تسعة زائد صفر زائد صفر يعني على تلاتة بتلاتة، يبقى بتلاتة. ايوه كده. وصفر زائد ستة زائد صفر على تلاتة باتنين، يطلع باتنين اهو، يبقى عنده طريقتين. تمام. تمام يا فندم. بيقول لك داخل بقى الملاحظات اللي انا عملتها في الاول. ايوه. ألف ب ج د سلك منتظم، في ألف ب 24 سنتي، ب ج بيساوي ج د بيساوي 12 سنتي، وقياس زاوية ألف ب ج بيساوي قياس زاوية ب ج د بيساوي 90 درجة. يعني السلك تنيته عملت منه قائمتين. أيوه، عند نقطة ب ونقطة ج. في قائمتين معانا. بس في شرط، إن قال لك ألف و د في جهة واحدة من ب ج. ماشي. ما جاش واحدة فوق وواحدة تحت. تحت. فإذا كان وزنه 8 ثقل كيلو جرام، وزن السلك كله اللي هو ا ب ج د، وثبتت الأثقال 4 و6 و4 و2 ثقل كيلو جرام عند نقطة أ و ب و ج و د على الترتيب، أوجد بعدي مركز الثقل عن كل من أ ب و ب ج. ناخد دول محورين بقى. الأول أنا عندي أ ب، ألف ب إلى ب جيم إلى جيم دال، ألف ب طول 24، ب جيم 12، جيم دال 12، يبقى النسبة 2 إلى 1 إلى 1. تمام. ليه بقى هنا الراجل اداك طول السلك وزن السلك كله 8، يبقى مجموع الاوزان، يعني هفرض ان كتله ا ب او وزن ا ب ب 2 كاف، وكاف
وكاف وكاف، تمام. ده ب 8، وبالتالي 4 كاف بتساوي 8، يبقى كاب اتنين. يبقى كاف ب 2. الله، يبقى وزن ألف ب ب 4 ثقل كيلو جرام، ووزن ب ج ب 2 ثقل كيلو جرام، ووزن ج د ب 2 ثقل كيلو جرام. لو انت جمعت الاربعه والاتنين والاتنين يطلع الثمانيه، اللي هو الوزن بتاع السلك كله، انت عكستها، خليته يخلق. خليته يخلق الحته دي، الكتل دي. جميله جميله، حلو. يبقى الاوزان بقى 4 و2 و2، اللي هيطلعوا الثمانيه بتاع السلك، يطلعوا الثمانيه. تمام يا فندم، نرسم بقى ونخلي بالنا. تعالى بقى ناخد بالنا. هاجي ارسم. طب انا هعملها في ورقه كده عشان تبقى الايه الرسم كلها في ورقه. بس هو في قائمتين عند حضرتك. الف ولا شوف. ادي الف ب ايوه ب 12 ب 24، وده ب 12، في قايمه كمان، وده هو قال لك في جهه واحده. دال والف في جهه واحده، عشان الاحداثيات. اصل جايز تكون يعني ده الف، ده ب، ده جيم، ده دال. جايز دال تبقى في الجهه في الاخرى. مساله تانية انا هجيبها برضه، دال في الناحيه تنزل التانية. الناحيه التانية عشان الاحداثيات السلبيه. يعني ده ألف ب ج د قايمة، وب ج د القايمة، بس د و أ في جهة واحدة. تمام. جايز يكون تحت. تمام يا فندم. تعالى بقى ناخد المحورين بقى. الأول نشوف مركز ثقل ألف ب. منتصف. في المنتصف أهو. والكتلة كام؟ أنت 4. مجهزها. مجهزها. شوف بقى. تمام. إحنا مجهزين. ب ج في المنتصف. ده طبعًا طوله 24. ده طوله 12. وده 12. ده طوله 12. الكتلة هنا 2. تاني برضو الكتلة هنا برضو 2. عند المنتصف. في المنتصف في المنتصف في المنتصف. سهل. تمام كده. جينا قال ايه كمان؟ حطينا كتل عند نقطة ألف مقدارها 4. وكتلة عند ب مقدارها 6. وكتلة عند ج مقدارها 4. وكتلة عند د مقدارها 2. بقى عندنا كم كتلة؟ 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو. ادي 1 2 3 4 5 6 7. مش كده برضو؟ 3 هنا و ما هو 3 و4 يبقى 7. صح. 7. سبعة. طيب تعالى اعمل الجدول. هنعمل المحور الاول. هو قال لك المحورين، قال لك بعد بقى عن الف ب وب ج، يبقى دول المحورين اهو نثبتهم. وب تعتبر نقطة الأصل، وادي ب ج. ادي س، ادي ص. كويس. يبقى عاوز البعد عن ا ب والبعد عن ب ج، السين والصاد. طيب يلا نعمل الجدول بقى مع بعض كده اهو. تحط فيه السبع كتل. 7 كتل. ايوه، يبقى 7 احداثيات. ادي الكتل معانا، ادي الموضع س وص زي ما احنا عارفين. ادي 1 2 3 4 5 6 7. ادي 1 2 3 4 5 6. ادي 7. ده الموضع كتل، ده الكتل. طيب نيجي بقى هنعمل كده منتصف ا ب.
منتصف ألف ب هيبقى الكتلة 4، السين بتاعتها بصفر، والصاد بتاعتها 12، على طول نص ال 24 عشان ما نعرف. تمام، واحدة واحدة نيجي بقى منتصف ب ج، منتصف ب ج هيبقى الكتلة 12، الكتلة 2، السين ب6 والصاد ب0، منتصف ج د ج د، الكتلة 2، السين ب12 والصاد ب6، خد بالك اهو 12 وبعدين نص ال 6 هنا في 12، المنتصف، نص ال 12 الثاني يبقى 6. تمام كده. جينا منتصفات الايه السلك، خلصت انت نيجي منها. بقى عند الف اللي هي الكتلة دي 4، بنظم نفسي كده عشان ما الخبطش، تمام سين ب0 ودي ب24. سهل. عند ب صفر وصفر. 6 0 و0، تمام. عند ج 12 و0، لا ج الكتلة. الكتلة 4 أيوة. 12 و0، تمام. عند د الكتلة 2 و12 و12، بس خلصت المسألة. تمام، أنت نظمتها هجيب في بقى س المتوسطات م عندك. الكتلة في إحداث أربعة في السلك. صفر بصفر، 2 في 6 ب12، 2 في 12 ب24، زائد صفر زائد صفر، 4 في 12 ب48، زائد 2 في 12 ب24، على 4 زائد 2 زائد 2 زائد 4 زائد 6 زائد 4 زائد 2، هنحسب دول هيطلع ده 108 وده 24، لما تجمع هيطلع ب4.5. هتصاد مين؟ شوف بقى العملية سهلة ازاي يا استاذ مصري. ايوه يا فندم. 4 في 12 ب48 الاحداث الصادي. زائد 0، 2 في 12 2 في 6 ب12، 4 في 24 ستة يبقى وتسعين. 96. صفر صفر، اخر واحدة بقى 2 في 12 ب24 على 24، برضو هيطلع ده 180 على 24، هيطلع ب7.5. خلاص. يبقى بعد مركز الثقل عن ألف ب اللي هو ده اهو، ده هو السيني 4.5، وبعد مركز الثقل عن ب ج الصادي بقى. اللي هو الصاد ايوه يبقى 7.5. تمام. يبقى 4.5 و7.5، هتلاقي 4.5 و7.5 يبقى الاختيار ب. حلو. مسألة تانية. بتقول ايه بقى؟ تتكون صفيحة منتظمة الكثافة من جزئين، مستطيل أ ب ج د فيه أ ب ب12 و ب ج ب6، ومثلث متساوي الساقين خارج عنه. ج ه د، قال لك ده ال ه بتساوي 10 والرأس ه خارج المستطيل. خارج المستطيل. تمام. عين مركز ثقل الصفيحة عن كل من أ ب و ب ج. دي في كتاب الوزارة. حلو حلو حلو. أهو نشوف. نرسم كده بقى ماشي يا فندم. مستطيل، طبعا أدام أ ب و ب ج بنعتبر أ ب و ب ج هما المحورين اللي هنشتغل عليهم. يعني أرسم مستطيل يبقى الزاوية القائمة عند ب تمام. أهو، آدي المستطيل بتاعنا،
ده هيبقى ألف، ده ب، ده جيم، ده دال. ده 12 سنتي، ده 16 سنتي. في مثلث بقى رسمته خارج المستطيل، قاعدة رأسه الدال ايه؟ جيم هي بره، ايه بره. والقاعدة بتاعت الدال جيم. بحيث كان ده اله بيساوي 10. ما مثلث متساوي الساقين هو الال ايوه اهو كده. ده 10 سنتي، ده 10 سنتي. طبعا ده 12. طبعا المحورين هناخد أ ب و ج ب. ادي أ ب، ده السين، ده الصاد. دي صفيحة. نيجي بقى الملاحظة اللي أنا قلتها، النسب بين كتل الصفيحة ده نسب على المساحات. كالنسب بين مساحة المستطيل. خلاص احنا كده دخلنا بقى في الدرس ذات نفسه. حلو قوي، خدنا الاطوال يعني والمساحات. طبعا انت هنا المثلث ده متساوي الساقين، لو ايوه اسقطت عمود كده هينصف القاعدة، يبقى 6 و6 هيبقى 8 ده 6، ده 6، 8. ده 8. حلو قوي. يبقى اقدر اقول له كده ان مساحة المستطيل، مساحة المستطيل على مساحة المثلث، نسب بقى تساوي مساحة المستطيل على مساحة المثلث، المستطيل طول في العرض. المستطيل الطول في العرض، يبقى 16 في 12. كويس. المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في نص 12 في في 8. 12 في 8. حلو قوي. طبعا دي معدية فيها الستة، ودي مع دي فيها الاتنين، ودي مع دي فيها الاتنين، يبقى كنسبة 4 إلى 1. يعني 4 كاف وكاف. يبقى نفرض أن كتلة النص الصفيحة المستطيلة مستطيلة 4 كاف، 4 كاف، مثلثة وكتلة المثلث ايوه كاف. بس تمام. نعمل الجدول بقى. نيجي نعمل الجدول بقى. الجدول نعمله عشان أولا في مركز الثقل، مركز المستطيل في نقطة تقاطع القطرين تمام أهو، بس كده. يعني الجزء ده بكام؟ بـ8، وده بـ4. يعني مركز الثقل هيبقى ميم هنا، مركز الثقل ده 8 و4. 8 و4. نيجي مركز ثقل المثلث، لا طريقتين. بص، يعتبر ديت تلت الثمانية، الجزء ده ايوه تلت الثمانية وبالسهل ده زائد الـ16 عشان نجيب الاحداث السيني كله. تمام. اهو، الاحداث السيني بتاعته. هيبقى كده. الجزء ده تلت الثمانية، على 8 على 3 زائد زائد ايوه الـ16 دي، 16 تطلع 6. او نعمل 3 نقط وثلاث سينات على 3 وثلاث صادات على 3. انت ملهاش حر. حاجه. بص بقى، مش محتاج اعمل جدول اهو، اقول له كده، اقول له كده مركز اهو ثقل المستطيل نكتبه جنبيه وخلاص. ماشي ماشي. صفحتين هيبقى بس. 8 و6. ماشي. مركز ثقل المثلث هيطلع 56 بقى. هيبقى عندنا، هيطلع ستة 56 على وخمسين 3 على تقريبا. تلاتة ايوه وستة بس بس خلاص. عندنا مش محتاجين من غير جدول بقى. يبقى الكتله في الاحداث السيني وخلاص. شوف، تمام. شوف الكتلة جنبها ايوه الاحداث السيني النقطة. بتاعها. ادام نقطتين يا استاذ مصر، ايوه مش صغيره، شرط مش نعمل لازم بقى نعمل جدول ولا حاجه. نعمل جدول، حتى بيكون الكتل اكتر كتيرة. من اتنين يعني. اكتر من تمام اتنين. يا فندم. تمام. اقول له س م 4 كف في 8 قدام. تمام. زائد كاف في 56 على 3 على ها 4 كاف زائد كاف. مجموع الكتل. تمام. هتطلع هنا ان شاء الله كده، الكافات هتروح مع الكافات، يبقى 32 زائد 56 على 3 على 5، هتطلع
لما تحسبها هيطلع 152 على 15. تمام. هتصاد مين؟ أربعة كف ستة زائد كف ستة على برضو خمسة كاف، هيبقى عندنا 24 و6 يبقى 30 على 5، ما الكاف هتروح مع الكاف يبقى ب6، هو ده مركز الثقل. يبقى مركز الثقل بقى بتاعنا اهو. اللي هو بعد عن ا ب وب ج 152 على 15 و6 هتلاقي في الاختيارات. اهو في الاختيارات بتاعتنا، هتلاقي الاختيار ب. مسألة حلوة، مسألة حلوة. طيب عشان انا كنت قلت للطلبه اللي هو زي المسائل اللي فاتت اللي هي القضبان، ممكن واحد فوق وواحد، النقطتين عشان جهتين الاحداث مختلفتين السالب يعني. اهو، دي جت في اساس مصري في 2000 2017 دي. 2017 دور تاني. 2017 ايوه فهمت. اللي هو في شكل مقابل ا ب ج د برضه سلك طوله 2 سلك كله طوله 32، ما ادكش وزنه ولا حاجه زي المسائل لا اللي احنا فاتت. الف، احنا الف. قال لك ا ب بيساوي 2 ب ج بيساوي 2 ج د بيساوي 16، ايوه. يعني ا ب ب 16، ويبقى ب ج ب 8 وج د ب 8. الاطوال دي نجيب بينها الكتل احنا. اوجد بعدي مركز الثقل عن كل من ب ج و ا ب، يبقى لما دول نيجي نحذف المحورين بقى. المحاور هيبقى عامله كده نصطادهم. اهو. ايوه كده. تمام. دول المحورين اللي نعمله. ده سين ده صاد. كويس. بس نيجي بقى ايه، يبقى الف ب الى ب ج النسبة من الأطوال. الى ج د أيوة عشان طلع الكتل. 16 الى 8 الى 8، يعني يبقى 2 2 الى 1 1 الى 1. خلاص. هنفرض كتلة الف ب هتبقى 2 كاف مثلا. 2 كاف. أيوة في المنتصف. 2 كاف وفي المنتصف كده، أيوة كده. ودي كاف وفي في المنتصف، المنتصف برضه. ودي كاف وفي المنتصف، ونجيب الأحداثيات. ونيجي نعمل الجدول بتاعنا اهو. ادي الجدول، الموضع منتصف منتصف منتصف. نسينا السين والصاد. السين والصاد ادي سين ادي صوت. ده الموضع منتصف ألف ب منتصف ب ب ج جيم منتصف منتصف جيم دال ج د. تحتهم الكتل بقى. الكتل 2 كاف وكاف وكاف نيجي ألف ب 2 كاف، وكاف. ده سين، السين بتاعتها بصفر والصاد ب 8، والصاد نصها. ب 8. تعالى منتصف ب ج، الكتلة كاف، صفر وصفر. هيبقى لا، 4 4 وصفر. و0. تمام. ج د الكتلة كاف برضه، السين 8. ب 8 وانزل سالب والصاد بقى. بسالب 4. هي اهم حاجة السالب بس دي. بس كده. خلص. سهلة. هات سين مين بقى؟ جنبها كده 2 كف صفر بصفر، زائد كف بأربعة بأربعة كاف، زائد كف تمانية بتمانية كاف، على على أربعة مجموع كاف. الكتل أربعة كاف. أربعة كاف، بس كده. هيبقى 12 كاف على أربعة كاف، ثلاثة. تطلع بتلاتة. هات صاد ميم، طب 16 كاف 2 كف تمانية وصفر ناقص 4 كاف على 4 كاف، تطلع بثلاثة برضو. 12 كاف على 4 كاف يطلع ب 3.
يبقى مركز الصقر كان بقى 3 كام؟ و3، يبقى الاختيار ألف. تمام. ده بتاعة امتحان 2017. تمام. سهلة، تطلع 3 و3. صفيحة رقيقة، أعتقد دي يا فندم هتبقى آخر مسألة، آخر مسألة. أعتقد يعني. صفيحة رقيقة منتظم السمك والكثافة على شكل مستطيل، ألف ب ج د، فيه ألف ب 5 سم وب ج ب 12 سم، ه تنتمي لألف د بحيث كان ألف ب 5 سم، ثني المثلث ألف ب ه حول الضلع ب ه حتى انطبق ألف ب على ب ج، قطعة ألف ب على قطعة ب ج تماما، فإن موضع ثقل الصفيحة بعد ثانيها بالنسبة لجيم ب وجيم د بيساوي ايه؟ حلوة دي، ماشي. يعني هو الفكرة ايه؟ يعني انا لو جيت بص ابناء الطلبة اهو، ده صفيحة مستطيلة، جيت نقطة هنا ورحت تاني الصفيحة كده بالظبط كده، انطبق الضلع ده على ده. اه ده على ده، اهي هتبقى عاملة كده، بس طبعا الابعاد مش متظبطة عشان هيبقى 5 والتاني يبقى 7. تمام. طيب نيجي نرسمها في صفحة تانية كده أحسن. هو قال لك المحورين يعتبر عاوز البعد عن أ ب و ب ج، يبقى دول المحورين اللي اشتغل عليهم. أيوه، يبقى بقاء لا البعد عن ثنية لا ج ب و ج د. ماشي، المهم يعني دول المحورين. اهو كده عشان يبقى كلامنا مظبوط، ده ألف ده ب ده ج ده د، ده 5 سم ده 12 سم، هه نقطة اهي، قال لك ده 5 سم يبقى ده 12 سم، وجيت تانيت زي ما انا عملت 5 بالتاني 7 بقى، ده خليها 7، 7. تنيته على ب اهو، لما نبص التاء ده تنتهي على ا ب، فجي قال لك ايه؟ ا ب انطبق على ب ج، يبقى هنا ايوه. ده ا شرط كويس. انطبق، يعني ده اصبح 2. مثلث مزدوج، المسألة دي في النموذج الأول يا فندم في كتاب الوزارة. حلوة. مثلث مزدوج يعني بقى الدبل. تمام. ادي سين ادي صاد كويس. برضو نفس الكلام، بص بقى، يبقى وزن المثلث المزدوج على وزن مستطيل. على وزن المستطيل، اللي هو الجزء ده بتاعه. المثلث المزدوج هيبقى 2 في مساحة المثلث، نص القاعدة 5 في 5، ده المثلث المزدوج، المستطيل بقى الجزء الثاني بتاعه هيبقى ده هو هيبقى المستطيل، ده اللي هو ده طوله 7 وعرضه 7 في 5، 35. والخمسة يبقى 5 إلى 7، تمام. يبقى وزن المستطيل بسبعة كاف أو 7 واو، وزن المثلث 5 واو. تعالى نحدد بقى مركز الثقل كده، هنيجي نقول اهو وزن تمام. المستطيل، ايوه. خلص الاول ده كده بيساوي 7 واو او 7 كاف، وزن قلنا 7 واو، لو كنت فكره يبقى كاف 7 كاف. عادي عادي، طيب 7 كاف. تعال ماشي. مركز ثقله ايه؟ عشان حاجتين بس، نقطة تقاطع القطرين هنا. نقطة تقاطع القطرين كده، ايوه تمام. يبقى 7 ونص، 3.5 واتنين تلاتة ونص ونص واتنين ونص. واتنين ونص، حلو أوي. عملية سهلة يعني، أو ساعات نكتبها 7 على 2 و5 على 2، ماشي هي هي. ماشي ماشي. نيجي بقى المثلث، نجيبه من 3 رؤوس اسهل لنا. ممكن نقول تلته زي ما علمتكم، ممكن وممكن السبعة نقول وتمانية. النقطة بيه كام وكام، 12 وصفر، كويس.
نقطة ب، نقطة ه، سبعة و... سبعة سبعة و... وخمسة، خمسة، وتحت تبقى نقطة ألف شرطة سبعة ديت وصفر. سبعة وصفر، بس كده. يبقى وزن المثلث المزدوج اتنين واو مركز ثقله، ايوه، الثلاث سنات على بص بقى، الثلاثة. 12 اللي هو السيني ده، زائد السبعة، زائد السبعة على ثلاثة، الصادي صفر، زائد صفر. صفر، زائد خمسة على ثلاثة، هيطلع مركز الثقل 26 على الثلاثة، كام دي؟ 12 و4 يبقى 26 على 3. مش كده برضو؟ 26 على الثلاثة، 26 على 3 ودي 5 وخمسة على على ثلاثة. 3. ده بقى وزنه 7 ومركز ثقل اهو، وده خلاص هتسميه اهو س م ماشي سبعة ماشي. واو في سبعة على اتنين، زائد اتنين واو في ستة وعشرين على تلاتة، على سبعة واو زائد اتنين واو، هيساوي هنجمع دول بقى ونوحد المقامات، هيطلع 407 على 12. ما الواوات كلها تروح مع بعضها، اعمل بالآلة هتطلع 400 وز... بنجيب اه صاد مين بقى؟ اه سبعة واتنين تسعة يبقى مظبوطة مظبوطة. طيب تعالى هات سين ميم، صاد صاد مين ميم بقى؟ بقى سبعة ميم، سبعة واو في خمسة على اتنين، زائد اتنين واو في خمسة على تلاتة، على برضو تسعة واو، اتناشر واو، دي خمسة، دي خمسة، ما انا قلت مش طالعة جاية 12 ازاي، على 12 واو هتحسبها تطلع 155 على 12، بس هو ده مركز الثقل. يبقى مركز الثقل 107 على 12 زائد و 155 على 12. تمام. هنبص في الاختيارات عندنا، هنبص بتاع الاختيار ده. تمام يا فندم، احنا كويس ان احنا ختمنا، معلش بقى الوقت، ختمنا المساله عايزنا الطلبه دي، او مساله في اول نموذج في كتاب الوزاره ختمها بيها استاذنا الفاضل استاذ شعبان عبد العزيز. بقول لحضرتك يعني ربنا يديك الصحه، وكل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رمضان، وانت طيب يا استاذ مصطفى، والامه الاسلاميه كلها وشعبنا المصري كله بخير وشهر مبروك ان شاء الله. نتمنى ليكم كل تقدم وكل السعادة، وكل سنة وهم طيبين. الأعزاء زمايلي اللي هم في المراحل كلها اللي بيدرسوا في هذه القناة، وبكل سنة وهم طيبين برضو أيضا المقيمين على هذه القناة، وربنا يديهم الصحة كلهم جميعا. بنشكرك أستاذنا الفاضل أستاذ شعبان عبد الرازق عمر، وشهر كريم علينا إن شاء الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.